مش عطيك رأي شخصي، سمعت الأغنية هذه برشا مرات، ولكن كل ما نسمعها حس أنك تزيدها حاجة جديدة تتفاعل معها برشا. أي صحيح. الميكرو نجد. أي صحيح. تحبها برشا. أي. محبة برشا. الغناية يعرفها الجمهور العريض واللي تبع فينا جات تعطي بطبيعة الحال، فما جديد على الأبواب إن شاء الله؟ مش نسمعه قريب؟ مش قريب قريبة أما إن شاء الله. هذه مصافحة أولى نجات. شكرا. وهناك مصافحة ثانية في البرنامج الفضة، فما شكون يلبسها، فما شكون يتزين بها، وفما شكون يعمل بها حاجات أخرى. مباشرة إلى هذا التحقيق الذي قام به الزميل عبد العزيز محرز.
هاي نجات. نجات مرحبا بك. طبعا المؤلف شكون والملحن شكون؟ سمير العقربي. التلحين والكلمات عبد الحميد ربيع. عبد الحميد ربيع. على فكره الغنيه الخضوعي لعادل بندقه وحبيب محنوش. هو لازم لعادل بندقه. لازم.